Hallo, mein Lieben. Heute sprechen wir über das Präteritum. رح نحكي اليوم عن البريتيريتوم وخصوصي المودال فيربي. وخصوصي المودال فيربي. أوكي، رح نبلش مع كانن. إذا بنشوف هذا التابلة سوا، نشوف التابلة سوا، عندنا كانن، فولن، زولن، دورفن، müssen, mögen. اوكي، فالبريتيريتوم اليوم الماضي البسيط رح ناخده عن المودال فيربن، يعني رح نصرف المودال فيربن بالماضي البسيط. بنبلش مع كونن. ايش كونت؟ ايش كونت؟ كونن بتصير مع الايش كونت بدون أوملاوت، بدنا ننتبه هذا الشيء. هلا انا بسمع على طول مثلا حدا بيقول كونن كونن، يعني الاوسبراخه تبع الكونن بيقولها او كونن، اوكي، او كونتن اذا كان هو قصده عن الكونيكتيف تسفاي بيقول كونتن. كونتن تختلف تماما عن كونتن، كونتن تبع الكونيكتيف تسفاي. فايش كونت دو كونتست، دو كونتست، اوكي، اي اس زي كونتي، في كونتن، اي كونتت، زي كونتن، زي كونتن. فولن، ايش فولت دو فولتست، اير اس زي فولت، في فولتن، اير فولتت، زي فولتن. ايش زولت، زولن، ايش زولت دو زولتست، اير اس زي زولت، wir sollten, ihr solltet und sie sollten. يعني منشوف انه التصريف بالبريتيريتوم للمودال فيرب مش كتير صعب هين. نجي على dürfen. dürfen ich durfte, du durftest. er يعني بدون أملاوت، du, er, sie durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften. Müssen, ich musste, du musstest, er, sie musste, wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Okay. Ich mögen, halle. Ich mochte, ich mochte. كمان بسمع حدا عم بيقول للمشتي مخته بالبريزنس، وهذا الشيء كتير غلط، معناته مخت هي ماجن بالبريتيريتوم. دو مختست، اي زي مخت، في مختن، اي مختت، und زي مختن. اوكي، حنعطي بايشبيل علي، او خلينا نتدرب ونعمل تمارين على الموضوع. اوكي، هنعمل هذا، رح نعمل هذا الأوفغابة 6 مع بعض، رقم 6 مع بعض، ونشوف كيف بدنا نطبق هذا الشيء. بنبلش مع هيرينج لايت. اوكي، بنبلش ايجنسن زي ام بريتيرتوم، يعني كمل الجمل بالبريتيرتوم. Mein großer Bruder, حاطين هنا können، عملوها بالpräteritum konnte. Schon lesen، كان عم يقدر فعلا يقرأ مسبقا. Ich aber noch nicht، ولكن أنا بعد ما عم بقرأ، يعني بعدني ما عم بقدر أقرأ، ما قدرت يعني. Das hat mich als kleines كنت sehr geärgert، يعني أنا هيدا الشيء وقت كنت صب ولد صغير كتير يزعجني. Als ich dann endlich auch lesen، حاطين können، فشو لازم نحط هون؟ فعنا als ich dann، يعني عندما، als ich dann endlich auch lesen، يعني
بس أنا قدرت نهائيا إني أدرس إني أقرأ. فشو بدي أحط هون؟ كنن شو بتصير مع إيش؟ كنت 100%. فنحن رح نحط كنت فولن إيش أم ليبستن نيشتس أندرس ما ماخن. وكان بدي أقول كان بدي أم ليبستن أكتر شيء نيشتس أندرس ما ماخن، مش شيء ولا شيء تاني بعد أعمل. فأنا شو بدي أحط هون؟ إيش فولن بحالة البريتيريتوم مع الإيش شو بتصير؟ فولت 100%. فولت كوميكس ننزل لتحت. كوميكس موجن إيش بزوندرس كان. كوميكس موجن إيش بزوندرس كان. أوكي، يعني أنا الكوميكس كنت حبها كتير، يعني كنت حبها كتير. فأنا موجن شو بتصير مع إيش؟ كوميكس مخت 100%. مخت لايدا müssen ich aber auch viel Hausaufgaben machen. ولكن أنا كان لازم أعمل كتير وظائف بالبيت، homeworks. فالمستر müssen شو بتصير مع الإيش؟ مستر 100%. فهون رح نحط مستر. Einmal sollen wir eine Geschichte schreiben. يعني يوم مرة كان لازم نكتب قصة. فشو يعني لازم نكتب مع الفيا؟ زولن مع الفيا شو بتصير بالبريتيريتوم؟ زولتن 100%. زولتن داس هات مي غروسن سباس جيماخت. هذا الشيء كتير انه خليني انه تسليت كتير. Alle Schüler dürfen die Geschichte in der Schule vorlesen. فدürfen مع alle Schüler يعني بلغة. اوكي، فانا dürfen مع alle Schüler شو بتصير؟ durften صح. Meine hat vielen am besten gefallen. Von da an wollen ich Autor werden. Verwollen mag ich schon bezieher behalte Präteritum mittel vor mara et mana wollte. اوكي، فهذا كان، يعني كان هذا الأوفغابة مش صعب بعتقد. إذا في سؤال بيتعلق بهذا الأوفغابة أكيد بتكتبه بالتعليقات. ما تنسونا من من السبسكرايب واللايك ودعم القناة لنحن نقدر ننزل لكم فيديوهات جديدة ونساعدكم خطوة بخطوة بالجراماتيك باللغة الألمانية. أوكي، هلأ بدنا نحن نعرف بالنوما زيبن شو بدنا نحط؟ زولن ولا كنن ولا فولن ولا ديوفن ولا موسن ولا موغن ام بريتيريتوم؟ اكيد اول واحدة ايش كنت شون مت فنف يان ماينن نام شرايبن. اوكي، لتحت ihr als Kind auch so sehr gern märchen. فأنتوا برأيكم شو منحط هون؟ زولن ولا كنن ولا فولن ولا ديوفن ولا ميوسن ولا موغن؟ يعني هون حاطين إيه؟ أنتم كأطفال وقت كنتوا صغار يعني، أو كمان بتحبوا الماشن أساطير، فأي وحدة بتزبط؟ وهي سؤال.
ناجن، صح ناجن بتظبط. بس نحنا شو بدنا نحط؟ شو بدنا نحط بحالة الفيتيرتوم مخطط؟ مخطط ايه als Kind auch Sorgen machen wir als Kinder sonntags oft Verwandte besuchen. يعني نحن بس كنا صغار كل أحد غالبا منزور فافانت يعني القرايب. Das war immer total langweilig. هذا كان على طول يعني إنه langweilig ممل. فwir شو أول كون هون لازم نحط؟ صح لازم نحط زولتن. زولتن ليش ما حطينا مسن؟ مسن يعني ليش استعملنا زولن مش مسن؟ لأنه مسن مش إنه شيء مجبر إنك تعمل، أوكي؟ بس زولن إنه أنت لازم، بس مش إنه بهدف الإجبار. فزولتن إنه كان لازم نحن كل غالبا كل أحد نروح عند قرايبينا، وهذا الشيء كان ممل. يوليا als kleines Kind nicht Fernsehen. Nicht Fernsehen. Ihre Eltern haben es verboten. Okay, Julia, شو؟ شو nicht Fernsehen؟ Okay, فنحن هون بهي الجملة بنفهم إنه في Eltern وفي شيء verboten ممنوع. فإجباري بدي يروح على dürfen يعني يسمح. فلم يسمح لها، شو معناتها يوليا؟ durfte 100% durfte als kleines Kind nicht fernsehen. هلا ضل في آخر اثنين، أنا رح أعطيكم أنتم تكتبوا بالتعليقات شو لازم تحطوا بالـ A والـ F. Am liebsten ich Comics, meine Eltern meinten aber ich lieber Karl May Bücher lesen. وآخر وحدة Dirk war sehr gut im Sport, deshalb er Profisportler werden. Okay, فال A وال F انتو لازم تكتبوا بالتعليقات شو لازم نحط. إذا بعد في أي سؤال عن هذا الدرس بتمنى أنه تكتبوا بالتعليقات. وبالإضافة دانكشن في eure Aufmerksamkeit. شكرا على انتباهكم. نراكم في الفيديو اللاحق الجاي يعني. تشيس.